لا تضيع هذا الفيديو لأنني سوف أريك كيف تكسب على الأقل من 20 إلى 50 دولار يوميا من أمازون بدون أي خبرة. فقط تقوم بتطبيق هذه الخطوات التي سوف أريك وسوف تبدأ برؤية النتائج. والشيء الجميل أنك تحتاج فقط إلى 30 دقيقة أو نصف ساعة يوميا للعمل على هذه الطريقة وتحقيق أرباح جد محترمة. وأيضا لن تحتاج إلى موقع للبداية في العمل على هذه الطريقة. ولكي لا أطيل عليكم مدة هذا الفيديو، فاصل قصير وأعود إليكم. وإذا كنت من المهتمين بالربح من مجال CPA وكذلك التسويق بالعمولة أو الأفيليت ماركتينج وكذلك الأدسنس أربيتراج وغيرها من المجالات الربحية، فأنا أدعوك للانضمام إلينا، وذلك بالضغط على الزر الموجود أسفل هذا الفيديو المكتوب عليه اشتراك سبسكرايب أو صابوني، فقط بالضغط عليه وتفعيل خاصية أو ميزة الجرس لكي تتوصل بكافة جديدنا دائما، وكذلك لكي أرسل لك إشعارات في كل مرة أقوم برفع ونشر فيديو جديد. كذلك لا تنسى التوجه إلى قسم الفيديوهات، وهنالك سوف تجد كافة حلقاتنا الحصرية والمجانية في العديد من المجالات. والآن مباشرة دعنا ننتقل إلى درسنا وشرحنا لهذا اليوم. أولا أصدقائي، سوف نتوجه إلى محرك البحث الخاص بجوجل ونقوم بالبحث عن أهم المنتجات الرائجة في هذه الفترة على موقع أمازون، وذلك بالبحث عن الصفحة التي تكون على أمازون تظهر لنا المنتجات الرائجة هذه الفترة والتي تباع بكثرة. لذلك سوف نقوم بالبحث عن أمازون Movers and Shakers. ها هي هنا كما ترون Amazon Movers and Shakers. ثم نقوم بالدخول إلى أول نتيجة كما ترون هنا Amazon.com Movers and Shakers. بعدها أصدقائي مباشرة سوف نتوجه إلى Amazon Movers and Shakers. أول شيء سوف نقوم بتغييره هو الأدرس الخاصة بنا، نقوم بتحويلها من الدولة التي نحن فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بإدخال أي زيب كود أمريكي. يمكنك استعمال هذا الزيب كود الخاص بنيويورك والذي هو 10019. ثم نقوم بالضغط على Apply، ثم نقوم بالضغط على Continue أو المتابعة. بعدها مباشرة كما ترون هنا أصدقائي تم تحويل الأدرس الخاص بنا بنجاح، ومباشرة سوف يظهر لنا كما ترون الأمازون Movers and Shakers كما ترون بالترتيب من رقم 1 2 3 4، يعني هذه المنتجات تباع بكثرة هذه الفترة وهذه هي التي سوف نقوم بالعمل عليها لتحقيق على الأقل 20 دولار يوميا. ومن هذه الصفحة أصدقائي سوف نقوم باختيار النيتش أو المجال الذي سوف نعمل عليه أو المنتجات التي تريد العمل عليها. على سبيل المثال في هذا الفيديو سوف أقوم باختيار Amazon Devices and Accessories من هنا وأقوم بالضغط عليها لكي أتحول مباشرة إلى المنتجات الخاصة بالديفايسز أو الأجهزة والأكسسوارز أو اللواحق الخاصة بالأجهزة الإلكترونية سواء في المنزل أو في المكاتب وغيرها. كما ترون سوف تظهر لنا العديد من المنتجات الإلكترونية، أهمها هذه الأجهزة الخاصة بالرينج نيل بوكس سنسور، أيضا الإيكو جلو، الإيكو بوب، كذلك الكاميرات كما ترون هنا الخاصة بالمراقبة. وبعدما أن تقوم باختيار المنتوج الرائج الذي سوف تبدأ في العمل عليه، على سبيل المثال قمت باختيار هذا المنتج الخاص بالسيكوريتي كاميرا أو كاميرا المراقبة، فكما ترون عليها عدد مراجعات كثير، يعني أن هذا المنتوج منتوج جيد ويباع بكثرة. سوف أقوم بفتحه في نافذة جديدة بهذا الشكل، وكما ترون هذا هو المنتوج الذي سوف أعمل عليه، ويمكنك التطبيق على أي منتوج تريده. هذا هو السعر الخاص به، هذا هو العنوان، وكذلك هذا هو الديسكريبشن الخاص بهذا المنتوج. ولكي نبدأ في تحقيق الربح من خلال هذا المنتوج، نحتاج إلى الحصول على الرابط الترويجي أو التسويقي لهذا المنتوج من منصة أمازون أسوشيت أو المنصة الخاصة بالتسويق بالعمولة الخاصة بموقع أمازون. نتوجه إلى جوجل ونقوم بالبحث عن أمازون أسوشيت. سوف يظهر لنا كأول نتيجة، نقوم بالدخول إليه هكذا، وكما ترى خطوات الربح من خلاله سهلة للغاية. تتسجل في المنصة، تقوم بمشاركة المنتجات وتحصل على كوميشن أو أرباح. الآن نقوم بالضغط على ساين أب بعدما قمنا بالدخول إلى الموقع، ثم نقوم بالضغط على كرييت أكاونت، وبعد إدخال جميع المعلومات الخاصة بنا، الاسم، الإيميل، كلمة السر، إعادة كتابة كلمة السر، نقوم بالضغط على Create Your Amazon Account. بعدها سوف نتحول إلى هذه الواجهة لتفعيل البريد الإلكتروني. نقوم بالدخول إلى البريد الذي تسجلنا من خلاله، وسوف نتوصل بهذه الرسالة. نقوم بنسخ هذا الكود ونقوم بوضعه هنا هكذا، ثم Verify. الآن نقوم بإضافة رقم الهاتف الخاص بنا، هنا نقوم باختيار الدولة، ثم نقوم بالضغط على Add Mobile، وسوف نتوصل برسالة بها هذا الكود، نقوم بكتابته ثم Create Your Amazon Account. وبعدها تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بك للتسجيل في هذه المنصة، وبعدها مباشرة سوف تتحول إلى هذه الواجهة. بعد التسجيل نتوجه إلى المنتوج الخاص بنا، هذا المنتوج كما ترون. بعدها نتوجه مباشرة إلى Get Link من هنا كما ترون، ونقوم بالضغط على Text. بعدها ننتظر قليلا وسوف يعطينا هذا الرابط الذي سوف نقوم بالترويج له والحصول على كوميشنز أو عمولات وبالتالي أرباح. سوف أقوم بفتح الوورد
لكي أقوم بإضافة المعلومات الخاصة بالمنتوج، هذا هو اللينك الخاص به. بعدها سوف نقوم بأخذ العنوان الخاص به ونقوم بوضعه هنا، وهنا سوف نقوم بوضع الوصف. نقوم بأخذ الوصف الخاص بهذا المنتوج هكذا ونقوم بوضعه هنا، وبعدها نقوم بحفظ الصورة الخاصة بالمنتوج، نقوم بالدخول إليها ثم سيف. أيضا نقوم بحفظ هذه الصورة، نقوم بالدخول إليها هكذا ثم سيف إيميج. بعدها نتوجه مباشرة إلى الشات جي بي تي لكي نطلب منه إنشاء محتوى عن المنتوج الخاص بنا. لكنني جهزت لكم أمر أو برومبت سوف يساعدك كثيرا في إنشاء محتوى جد رائع ومستهدف لكي نحضر به أشخاص. كما ترون هذا هو البرومبت، سوف تجدونه في التليجرام الخاص بنا الموجود أسفل هذا الفيديو، تقوم بالدخول إليه. سوف تجد هذا البرومبت في التليجرام، تقوم بنسخ هذا النص من أيام إلى غاية الريدرز، ثم نقوم بالضغط على كنترول سي أو كوبي. الآن نقوم بلصق البرومبت الخاص بنا هنا. بعدها سوف نقوم بتغيير البرودكت نيم، نقوم بأخذه من هنا هكذا كنترول سي ونقوم بوضعه هنا بهذا الشكل. بعدها نقوم بأخذ الوصف الخاص بالمنتج ونقوم بلصقه هنا في الديسكريبشن. بعدها نقوم بالضغط على انتر لكي يبدأ الشات جي بي تي في إنشاء المحتوى الخاص بنا عن هذا المنتوج. وبعد الانتهاء من إنشاء المحتوى يجب علينا أن نتأكد أن الارتيكل أو المقالة الخاصة بنا هي من صنع الإنسان وليس من صنع الاي اي أو الذكاء الاصطناعي. سوف نقوم بنسخ المحتوى الذي قام بإنشائه الشات جي بي تي لنا بهذا الشكل، نقوم بعمل له كنترول سي ونتوجه مباشرة إلى موقع جي بي تي زيرو ونقوم بلصق المحتوى الخاص بنا هنا هكذا، ثم نقوم بالضغط على تشيك أوريجين وتفحص هذه المقالة. وكما ترى يقول لك probability AI generated، أي أن هذه المقالة من صنع الـ AI. بعدها نعود إلى الشات جي بي تي مجددا ونقوم بلصق المحتوى الخاص بنا ونقوم بالصعود إلى الأعلى ونقوم بكتابة write this article in simple spoken English بهذا الشكل كما ترون، ثم نقوم بالضغط على Enter. فكما ترون سوف يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة هذه المقالة بلغة بسيطة إنجليزية. وهكذا لكي لا نواجه أي مشكلة أن المقالة الخاصة بنا من إنشاء الذكاء الاصطناعي. بعدها نقوم بأخذ المقالة الخاصة بنا، وبعدها أصدقائي سوف نتوجه إلى أفضل مصدر ترافيك لمنتجات أمازون وهو موقع ميديوم. سوف نقوم بالترويج فيه للرابط الخاص بنا أو للمنتوج الخاص بنا، وإذا كان المحتوى الخاص بك حصري سوف تحصل على العديد من الفيوز أو المشاهدات للمقالة الخاصة بك، وهذه الزيارات سوف تتحول إلى المنتوج وتشتريه وأنت تتحصل على أرباح. فموقع ميديوم من أفضل المواقع التي يمكنك الترويج فيها لروابط الأفيليت الخاصة بك. بعدها نقوم بالضغط على Get Started أو البدء. يمكنك التسجيل من خلال جوجل أو الفيسبوك أو الساين أب من خلال البريد الإلكتروني. وبعد التسجيل نقوم بالانتظار قليلا، وبعدها سوف تتحول مباشرة إلى هذا الحساب الخاص بك. بعدها تتوجه مباشرة إلى قسم الرايت أو كتابة محتوى على موقع ميديوم. ثم بعدها أول شيء سوف نقوم بلصق المحتوى الخاص بنا هنا كما ترون، وهنا سوف نقوم بوضع التايتل أو العنوان الخاص بهذا المنتوج، ثم نقوم بإزالة هذه الأشياء هكذا. بعدها سوف نقوم بتنسيق المقالة الخاصة بنا هكذا، نقوم بجعل المقدمة كبيرة بهذا الشكل، ثم هنا سوف نقوم بوضع الصورة الخاصة بالمنتوج، نقوم بإضافة صورة كما ترون هكذا، نقوم بإضافة الصورة، وهنا في الكابشن نقوم بإضافة الكول تو أكشن الخاصة بنا، يعني الزر الذي سوف يحول الزائر إلى المنتوج أو رابط الأفيليت الخاص بنا. نقوم بكتابة click here to buy بهذا الشكل، ثم نقوم بتحديد الزر ونقوم بإضافة رابط ونقوم بإحضار رابط التسويق بالعمولة الخاص بنا هكذا ونقوم بوضعه هنا. بعدها نقوم بالضغط على Enter، وكما ترون تمت عملية إضافة الزر بنجاح. وبعد إضافة رابط التسويق بالعمولة الخاص بك نتوجه إلى هنا إلى الانترودكشن، ثم نقوم بوضع صورة تجذب الانتباه للزائر عندما يرى المحتوى الخاص بك على ميديوم. نقوم بإضافة مثلا هذه الصورة فهي جيدة، ونتوجه مباشرة إلى زر النشر أو الببليش بهذا الشكل كما ترون، وهنا في التوبيك نقوم بكتابة النيتش الخاص بنا وهو سيكيوريتي كاميرا كما ترونها هو هنا، نقوم بوضعه ثم نقوم بالضغط على ببليش ناو. وكما ترون يقول لك ببليشين ستوري، هكذا قد قمنا بعملية نشر المحتوى الخاص بنا على ميديوم. كما ترون your story is published، وكما ترونها هو المحتوى الخاص بنا، محتوى جيد. الآن كل ما عليك بفعله هو تكرار هذه العملية عدة مرات في اليوم، يعني تقوم بنشر يومياً
3 أو 4 مقالات لـ3 أو 4 منتوجات، هكذا لكي تزيد الحظوظ الخاصة بك في الحصول على زيارات من موقع ميديوم، أيضا لكي تظهر لميديوم أنك على استمرارية في نشر المحتوى الغير منسوخ، وهكذا سوف يصبح موقع ميديوم يروج المقالات الخاصة بك لجميع الأشخاص على هذا الموقع. وإن أحضرت زيارات بالتالي سوف تحصل على أشخاص يدخلون إلى الرابط الخاص بالأفيليات الخاص بك ليتحولوا إلى المنتوج، ثم إن اشتروه أنت تحصل على عمولة. الآن صديقي لا تقم بنشر مقالة واحدة فقط وتكتفي وتنتظر الأرباح تأتي، لا صديقي، قم بنشر العديد من المقالات للعديد من المنتوجات في نيتشات مختلفة. أيضا إن أمكنك نشر هذا الأرتيكل أو هذا المقال الخاص بك في أماكن مختلفة مثل ريديت، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، تويتر وغيرها لكي تضمن الحصول على زيارات. وإلى هنا أصدقائي أكون قد انتهيت من فيديو اليوم ودرس اليوم. إن كان لديك أي استفسار لا تنسى وضعه في التعليقات، وبإذن الله سوف أجيب عن كافة استفساراتكم. أيضا لا تنسوا وضع لايك لكي أستمر في طرح لكم كل ما هو جديد وحصري في مجال الربح من الإنترنت. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.